في هذه المكان الشريف الطاهر نقف ترحما على روح المرحوم اسماعيل يفصح الذي أعطى حياته للبلاد وضحى من أجل البلاد. فثانية نقول رحم الله شهدائنا، رحم الله كل ضحايا المأساة الوطنية، وعلى رأسهم أو واحد منهم المرحوم اسماعيل يفصح الذي كان شمعة أنارت للبلاد في فترة من حياته المهنية، قدم ما الغالي والنفيس، قدم حياته لهذا الوطن، هذا الوطن الذي ضحى من أجله 1.5 مليون شهيد، وما زالت قوافل الشعب الجزائري المستعدة للتضحية من أجل الوطن. فثانية نقف في هذا اليوم الأغر ومن خلال هذا المكان الطاهر والشريف، وهو ماوى كل الحاضرين في يوم من الأيام، أقول ثانية هم السابقون ونحن اللاحقون في هذا المكان. من هذا المكان أدعو الله وأدعو الجميع لترحم على أرواح كل شهدائنا وكل موتانا، وعلى رأسهم في هذا المقام أذكر اسماعيل يفصح الذي حقيقة كان شمعة من شموع الجزائر. فثانية أتقدم لعائلة الفقيد بكل تعازينا الخالصة ومواساتنا في مصابهم، وربي يلهمهم الصبر والسلوان، وإن شاء الله يكون قدوة للأجيال اللاحقة إن شاء الله. فثانية أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اولا انني ذوق السويه يا مبروك انني اذهن كل صحفيين الا اني نقول للغايبين ونترحم اسماعيل يفصح ودير قازني موثن اوكل لو دومين الصحافه السين رباه يرحم ولتو اذا من سن تروح ان شاء الله امين ان شاء الله لا نرقازن الخالات توجور زار الناس الزاد سن ورناس سن اذرني نكمل المسيره اذرني نخدم سيدي ثمورتايا باسكو ثمورت نخص كل زار ونس يسيس كاملين إرجازن في من الخالات هذه نغض قسايات جور مدرسة تولي جورناليست سنيني ربا كنوني هنا وكنوني يحفظ وهذا ربا يحفظ ثمر النغ هذه كل المحان لينو شين سعدة يكفي في اللانة إبرا أنفكر باش نخدم ثمر النغ أن نقل السلاح ذي ثمر النغ وإنني إن شاء الله ربان يقدر أكل وكل ويزقم كان نس وكل ويز يخدم الناس أنا باش نخدم ثمرة النخ ثمرة النخ ثار وانس أكل يرقازن مقران يمزان في شيبان في مغارين يشيبان يشوبان ما ميمزان أن باش نسطوحن ثمرة النخ خسيهن وإن شاء الله حتى نحافظ تر بعضنا ونحب بعضنا نحب ثمرة يا لأن ثمرة يا تضحى تضحى في لاس يرقازن موثن في لاس يرقازن ذي مقران وفاطن ماهوش غير مليون وزقن 10 بعدين اكثر من 10 مليون متذي مرتيا هذا درع غير الاستعمار شي السعدات مرتيا زي عاد الاتراك وروح نتموت نفير قاز الخير لا الخلاط خير لا ضحان خير لا في مرتيا ايمير ان شاء الله الفو كونتير ديالو سونتي باسي وان شاء الله انني نقلب الصفحه ايمير نروح الخدم نخدم ثمرت النق نحفظ ثمرت النق ونحب بعضنا داين غادي نيق هذا مدرسة العيط نسمع لي بصح التول وسي العوايل لي جورناليست وكل قموثن ديال العشريه السوداء اسين ربا كنوني صبر ربا كنوني صبر هذه اللي ربي يذن كل جميع وربا يرحم كل قموثن في ثمورتايا. ميرسي.